بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد النهارده. هو مالي السوشيال ميديا حاجه كارثه، يعني مش عارفه يعني ايه الوضع وايه اللي حصل في الدنيا، بس حصلت ضجه كبيره تسبب فيها اعلان احدى الشركات عن تنظيم حفل غنائي للمطرب المغربي سعد المجرد بالقاهره، عندما خرجت حملات تطالب بمقاطعه الحفل والهجوم عليه بسبب الفنان المغربي. حيث أعلنت الشركة عن تنظيم حفل غنائي لسعد المجرد وطرحت الملصقات الخاصة به وكذلك التذاكر تم التمهيد لفتح باب حجزها إلكترونيا. أن يقابل الأمر برد فعل غاضبا من قبل الجمهور المصري، حيث شن البعض حملات مقاطعة عبر السوشيال ميديا على اتهام سعد المجرد في قضايا اغتصاب ولم يتم إغلاقها بشكل نهائي أو تبرئة ساحته منها. لك يعني رفض قطاع كبير من الجمهور أن يتم السماح مجرد بالغناء في ظل الظروف المحيطة به، خاصة أن قطاع كبير من الجمهور يتأثر بما يقوم به النجوم. استبدل عدد من المغتردين والناشطين ملصق الحفل بآخر ما كتبوا عليه كلمة مختصم، وهو ما دفع الشركة المنظمة للحفل التراجع عن إقامته بعدما حذفت كافة الملصقات الخاصة بالدعاية من على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حذفت الشركة الخاصة بحجز التذاكر الإلكترونيا الحدث من على موقعها الإلكتروني دون أن يكون هناك أي تعليق رسمي من قبل الجهات حول قيامها بهذه الخطوة، وهل جاءت استجابة لحملات المقاطعة أم أن أمر آخر حدث. وبالتزامن مع هذه الخطوات التي قامت بها الجهات المنظمة للحفل، كان هناك رد غريب مباشر من قبل المطرب المغربي سعد المجرد بأن قام بنشر صورة له عبر حسابه على الانستجرام، وعلق عليه قائلا: لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي، وأرفق بكلماتي وعلم مصر وعلم المغرب. واكتفى بهذه الكلمات. وكاد الحفل أن ينظم في أعقاب طرح سعد المجرد لأولى أغانيه باللهجة المصرية والتي حملت اسم عدى الكلام، إلا أن الحملات تسببت في إلغاء الأمر. بصوا يا جماعة، طبعا ده الخبر اللي احنا قرناه كلنا. مش معنى أن المصريين عملوا حملة أو هاشتاج أنهم رافضين سعد المجرد أنهم أجرموا، لا طبعا، كل واحد له حرية شخصية. احنا شايفين ان الانسان ده اتفتح حوارات حواليه كتير وقواضي، احنا رافضين ان هو يدخل بلدنا، دي حاجة يعني ايه حرية شخصية لازم نقوم بيها. لو ما عملناش كده ما يبقاش ان احنا لنا كرامة او لنا رأي او لنا حرية رأي في يعني في العالم يعني. فاحنا حريتنا ان احنا نرفض انسان معين، ده ما يهزش شأن المغرب. احنا اخوات المغرب، وطبعا المغاربة دول فوق راسنا اخواتنا، لنا صحاب يعني جامدين جدا في المغرب، ناس محترمة جدا جدا جدا. اما يكون شخص طلع منها حواليه كلام كتير او قواضي واحنا رفضنا وجوده في وسطنا، دي مش جريمة. ده ما يمنعش ان احنا بنوجه الرسالة للمغرب كلها، لا احنا بنوجه رسالة للشخص نفسه مش للمغاربة جميعا. فكل واحد ما ياخدش كلامنا او الهاشتاج اللي احنا عملناه بطريقة شخصية لنفسه. اي مغربي يعني كل واحد بيتكلم عن شخصيته وعن تربيته، هو ده انسان طلع كده. احنا المصريين فينا الوحش والحلو، انا مش هقول ان المصريين فيهم الوحش فيهم الحلو، بس طبعا كل واحد بيتكلم عن شخصيته. فما تطلعش واحدة زي ابتسام اللي هي المؤمن دي يعني حاجة كده لا تذكر، عشان هي بقت ملك الجمال يعني المغرب، شايفين زهرة بالعري، ويعني طبعا شوفوا عمليات التجميل باينة جدا 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 في وشها، المناخير والخدود المنفوخة والمناخير الرفيعة، الجسم اللي هو منفوخ كور كده ما نعرفش جايباه منين يعني، وطلعلنا بقميص نوم حاجة أصلا يعني مفروض إن احنا كل نقطة فيها نفخ شفايف، خدود منفوخة، مناخير مسحوبة. بصوا بقى مش هنتكلم عن الحاجات التانية اللي جواها، سيليكون ومش سيليكون، انت كلك على بعضك كده عبارة عن موميا، موميا بتتحرك، حاجة مصنوعة، دي صناعة إنسان مش صناعة ربنا أبدا. تيجي بقى وتدافع عن سعد المجرد وتقول هو يعني لو كان نزل مصر كان هيغتصب البنات اللي كانوا هيبقوا قدامه ومش قدامه، وبعدين يعني تغلط في فناننا المصري محمود عبد العزيز.
احمد عبد العزيز سوري، وتقول ان المصريين كلهم هيبقوا شبه احمد عبد العزيز ومش احمد. لا، المصريين دول جمال ما بعده جمال على فكره، واحنا مش بنشكر في نفسنا، احنا بنفتخر ان احنا زي الرجاله في تصرفاتنا واعمالنا والمواقف بتاعتنا، لكن كشكل الشكل المصريين يعني بيختلف تامة عن التظاهر، يعني التجميل والنفخ والشد والعري. احنا ربنا اكرمنا بديننا وبحجابنا وبكل حاجه. انا ما البسش قميص نوم واطلع كده وانتقد الناس، دي حريه شخصيه. انا قلت ده مفتوح له كام قضيه عشان الاغتصاب ما يدخلش بلدي وما يجيش يغني لنا وما نعملوش قيمه علشان حضرتك تيجي تقول لنا هو يعني هيغتصب. لا، هي مش القضيه ان احنا خايفين منه يغتصب البنات اللي قدامنا او غيره، القضيه ان احنا بنتكلم عن مبدا. احنا مبدانا في شبهات حول الانسان ده ما نعملوش قيمه وما يجيش بلدنا. مش كل واحد يجي يتكلم عن مصر بطريقه وحشه. مريم فارس تقول اصل انا اجري اكتر من مصر بكتير، انتوا ما تقدروش عليه. ليه يعني مريم فارس هيكون تقديرها ايه يعني المبلغها؟ احنا مش هنقدر عليه، احنا جبنا هنا اكبر نجوم تغني في مصر، وبعدين اللي ما يفتخرش بمصر ما نتشرفش بيه. انتي مثلا حالة شاذة في المغرب، او سعد المجرد حالة شاذة في المغرب، لكن احنا نفتخر باخواتنا في المغرب، بنات ورجاله محترمين جدا، عملناهم. بصوا احنا فوق راسنا المغرب واهل المغرب، اقسم بالله العظيم عملت ناس في المغرب قمه الاخلاق. تيجي بقى انت وسعد المجرد انت يعني لا تذكري لولا المسابقه واللي انت كسبتي فيها وهو بشويه شهره، لا تذكروا انكم يعني ان احنا لما نيجي نتكلم عن المغرب نذكركم، او اما نيجي نتكلم عليكم يبقى نقصد المغرب الشقيقه. لا طبعا، المغرب اكبر من كده بكتير، اكبر من اننا نحكم عليها بشخص زيك او شخص زي سعد المجرد. احنا بنحكم البلد عامه بطبتها واخلاقها. اقسم بالله انا ليا اصحاب من المغرب صدق الدنيا فيهم وجدعنت الدنيا وبنات محترمات جدا جدا جدا، ويمكن هم هيشوفوا الفيديو وهيسمعوا. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كم مرة ان بنات المغرب اجدع بنات وشفتها، لكن مش تيجي تقول لنا كده يعني. هم نفسهم يعني مش هنتكلم بقى عن الروتينات المغربية وتصبين الزربيات والحاجات اللي انتوا بتعملوها دي، برضو ما بنحكمش ان المغرب كلها كده. بنات المغرب اصلا مش عاجبهم الروتين اللي هم البنات التانية بيعملوه. احنا عندنا ناس وحشة في مصر، عندنا السيء وعندنا الحلو، ما حكمناش كل ده على ان المغرب نفسها او المغرب كلها ان يبقى فيها الحلو والوحش. فما تجيش واحدة زيك تيجي تقول بنات المصريين شبه احمد عبد العزيز. لا، احنا عندنا الجمال كله. انا اوريكي بقى جمال الحجاب نفسه، اتفرجي بقى وشوفي جمال البنات المصريات بالحجاب. انا جبتلك اقل جمال فيهم، يعني انا مرضتش اجيبلك الناس الاوفر قوي اللي هي عاملة بقى حاجات وشعور ومعرفش. انا جبتلك ابسط ما يمكن من الجمال المصري. الجمال المصري ده روح ودم وخفه دم، حاجه ما اقولكيش. فطبعا طبعا ما تجيش ناحيه البنات المصريات خط احمر يا ماما، ما تجيش تتكلمي عليهم نص كلمه. فانا لو حبيت ان انا اجيب لك صور كتير جدا لبنات مصريات بالشعور بقى والليجنز والشميزات والكعب العالي ومعرفش ايه، كنت هجيب لك ووريكي بقى البنات اللي بتحضر الحفلات اللي سعد المجرد هيجي هتبقى عاملة ازاي. اجمل من يعني مش هقولك اجمل من دولي، علشان الحجاب طبعا اجمل حاجة. انا جبتلك ابسط 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 جمال في مصر بالحجاب. لو عايزة اوريكي الاوفر هوريكي الاوفر. طبعا مش دولي اللي بيحضروا الحفلات، طبعا دولي حاجة رقيقة صغيرة. اللي بيحضروا الحفلات شخصيات برضو. بصي بقى الجمال والموضة والأخلاق في كل حاجة. فما تجيش تتكلمي على البنت المصرية، البنت المصرية خط أحمر.
والبنت المغربية المحترمة خط أحمر كمان، ما نقدرش نتكلم عنها. يعني لو جيت أتكلم عن الروتين المغربي عمري ما أخصه أبدا بالبنات كلها المغربيات، احنا بنشوف بنات مغربيات رجالة فعلا في تصرفاتها لكن مش في شكلها. أنا برضك هكون أحسن منك وأقول إن البنات المغربيات في تصرفاتها زي الرجالة وأكتر وأحسن كمان، لكن شكلها ربنا ده يعني ما بيخلقش حاجة وحشة. ف يعني بلاش تنمر، بلاش تنمر. ابتسام، انتي ما خلقتيش نفسك لقيتي نفسك ملك الجمال وكله. يعني قولوا رأيكم يا جماعة في اللي انا بقوله، وردوا عليا بكل ما يشتهيه الانفس من رد. شوفوا كده رأيي في يعني ده غلط ولا صح، هي عاملة عمليات تجميل ولا لا. ما تجيش تتكلمي عن الجمال وانت صارفة عليه دم قلبك، لكن احنا زي ما خلقنا ربنا عمرنا ما رحنا عملنا عمليات تجميل، ماشيين في الشوارع زي ما ربنا خلقنا. يعني انا متأسفة جدا لأي بنت مغربية ممكن تكون تسمعني وتزعل من كلامي، بس هم فوق راسي من فوق وانا بحترمهم جدا، وكل ما بتكلم عنهم بتكلم بكل ذوق واحترام. وفي اخر كلامي يا جماعة انا بقول لكم ان اذا كانت ابتسام او سعد دولي نماذج منفردة في بلد زي ما احنا عندنا نماذج منفردة والناس برضو بتسلط الضوء عليها، وحرية شخصية لينا جدا 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 ان احنا نرفض شخص يكون مش كويس او الضوء متسلط عليه بطريقة وحشة او عليه قضايا ما نحبش ندخله بلدنا، دي حاجة حرية شخصية ومحدش يقدر يكلمنا عليها. ولو عجبكم الفيديو قولولي ارائكم في الكومنتات وما تنسوش اللايك. اهم حاجة يا جماعة قولولي رأيكم في الكومنتات عن الموضوع اللي انا طرحته ده، ويعني مش مشكلة ان يكون رأيي مختلف عن رأيي، بس احب اسمع رأيكم في الموضوع اللي انا قلته ده، ومن حقنا نقول كده ولا لا، ومن حق ابتسام تقول علينا كده ولا لا، ورأيكم في البنات المصريات. وفي اخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.